تستمر المعارك العنيفة التي يخوضها محور صعدة في جبهاته المختلفة التي تحيط بصعدة من عدة اتجاهات. مصادر محلية من مديرية حيدان قالت إن قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات الجيش السعودي وطيران التحالف يتقدمون بشكل كبير في عمق مواقع الميليشيات الحوثية في جبال مران وتحديدا عقبة مران وصافية والرماديات وطيبان، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة وقتل عدد من مقاتليها وقياداتها الميدانية. في جبهة كتاف يحقق الجيش تقدما ملحوظا باتجاه مركز مديرية كتاف بعد سيطرته على جبال العشة. تم بحمد الله اقتحام والسيطرة على جبل المهدين والظهر وحدات من اللواء الخامس حرس حدود بقيادة العميد صالح ياقروش واركان حرب اللواء وعملية اللواء، والآن نحن في مركز مديرية باقم ونحن هنا في المقدمة والأفراد الآن متواجدين. وتقول مصادر محلية إن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه المركز انطلاقا من مواقعها في وادي آل أبو جبارة. في الحديدة تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية جرائمها بحق سكان المدنيين في المدن والقرى المحررة. ولية منظر المتاخمة لمدينة الحديدة تعرضت لعمليات قصف مستمرة بقذائف الهاون باتجاه منازل السكان بشكل عشوائي، أسفر عن تدمير عدد من المنازل والممتلكات وحول حياة السكان إلى جحيم بانتظار الموت بقذائف الهاون الحوثية. وبينما يكثف الحوثيون قصفهم على قرى منظر والتحيتة وحيس، تنفجر ألغام الحوثيين وتصيب عوائل كاملة بشكل شبه يومي. وسقط خلال انفجار لغم حوثي في التحيتة 7 مدنيين بمنطقة الشجن على أطراف مديرية التحيتة. وبين جحيم القذائف الحوثية وألغامهم ينتظر السكان في الحديدة مصيرا أسوأ مما مضى، خاصة مع تجميد العمليات العسكرية الكبيرة فور قطع طريق صنعاء الحديدة عن مثلث كيلو 16.